إنما الأعمال بالنيات والنيات تبرك بالزادات وقلبك على سادات نموات تبكي الأراد عليهم كالسماوات وقلبك على سادات نموات تبكي الأراد عليهم كالسماوات وقلبك على سادات نموات تبكي الأراد عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في قابو بالهلاوات يا لف نفسي حلا فقد الأكابر من قابو لرب الداهم للهلوات تبكي الليالي عليهم وسور ماء مثل العسيب وجن والخدوات قالوا عباد البتاهات لربهم وكان جل لهم ربا بمنات قالوا يعودون ترك الورد ما سباه من الحلال من أسباب المصيبات كانوا ينسى الليل أرخى سدر ضاع لكن حام صراحا لإحياء دجنات باعوا فضولا بسكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجها في ليل جنوبهم ناسنا سلمى وليلى بالبشارات فعيس ما برزت ليلى ببهجتها أنها تولوا إلى المولى بتاهات ينسون ليلى وسودا في قيامهم مسانسين بأسكار وآيات حديثهم الذكر مخلل في الثماد لا ذكر يلل والبناء في المخالات خم البيادات أهداءه قار حتى هلوا بالمثايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يواس بريان ولايات سمت الوجوه طويل بعدها صار ووصلة عن سيوخ بالإسارات قوم طريقتهم تكفي المريد أسل من المريد وأنواه الخرورات تاريخهم قصد وجلاي دون أول مها الأصول التي تنفي الرهونات من توبة قدمات خوف رجا مهاو إكثار حسن دواما بالخناهات وسود في كل فان بعده وراء مع التوكل صبر كل ساحات جهاد نفس وسكر بالقضاء ريدا تكفو التفات الإله للبريات تاريخهم حسرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سوار منها دليل كسيخ في فتوحات
وزاد وهو تقى من أسلام وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات من السراج بذكر الله جل وعلا من المطايا بهم مات العليات من الوقاذ بعز والنظام لدى أهل التاريخ حسم بالحقيقات ومن لواسم ومن أجهى أبدا وهي السريحة في بدء وغايات والرفقة وهي إخوان لهم خمام مها الوفاء بصدق في الأخوات والكل بالجملة السادات سور تابل يفي المريد مريدا ساخوايات والكل بالجملة السادات سور تابل يفي المريد مريدا ساخوايات كل من الخوم سيخ عالم وريء منهم مرب بأسكار وعالات منهم مرق بحال وحدها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب ما يكفي المريدين أنواع السخاوات كل كريم تقي سودا وثقا يؤتي النزيعة في كل البريات يمو بتقوى أسوس النفس جملتها يهلو من المولى ثنيات يبدي طريقة أهل الله واجعة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى حسيس المعز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب زائرات كما يساعد ما تحت الأكنات يهوي الضياء عن كدوء شمس عيسنا يخزى بها كل شخص استنارات يقيب عن كل كون للمكون ذا نور حسيم وسر من خيوبات يمو عن القلب رينا هل يدنس ما هو المقسم عن ثوب النجاذات أولئك القوم لا يخسى جليسهم إذ يكسبون المريدين الصهادات يبالي هب للمريد صادق لهم بخدمة أو بعب أو عديات يبالي هب للمريد صادق لهم بخدمة أو بعب أو هديات تبالي عبد المريد صادق لهم بخدمة أو بعب أو هديات نال بخفو الرسول المصطفى رتابا صلى عليه الذي يؤتي النسيات نال بخفو الذي جاءت أمين به عليه من الصلاة كل الساعات من المناقب ما لا يطوي خلام ولا لسان بقد أو حكايات من التبر في علم السريعة ما علم الحقيقة من قبل الرياضات استرداد مع الإزاد قبلهم ما من جالبات خرور مع سخاوات من التوقف
عن قول وعن همال عدا يروه سيئا بالسعادات من تلاثم خوف لا مالكيهم على البدايات ما حال النهايات إذ البدايات خفصا بيسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات من التلاثم عد بالنفس دون ريا من كونها سات مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات من تلاثم صبر للإله على جور العزاة جميعا والمصيبات كانوا إذا نابهم من نهوهم درار تابوا إلى الله من كس الخطيئات ومن مناقبهم رضوان ربهم عليهم الدار حسن كل ذاهات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في حول الخيامات من التواضع للقهار مالكهم وصدق وسود مع تغيير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أباد جلبا ودفعا بإنهاء سكايات الهم مسيمتهم والهم ديدنهم دون الدهاوي وإنكار المقامات أي على فقد ذات تريقتهم تريقة المصطفى خير البريات فلا علي ما تظيم مرسلون بلال وسهب من عاصوا الخطيئات سلا علي ما تظيم باقسون أزكى صلاة بها نكفى الغرورات سلا علي مع تسليم خالقه بالآل والسهب من عاصوا الخطيئات سلا علي مع تسليم مالكه أزكى صلاة بها نهو الفتوحات سلا علي مع تسليم راسخه بالآل والسهب من دان بتاهات سلا علي مع تسليم مكرمه أزكى صلاة بها نهو الكرامات سلا علي بتسليم مسود بالآل والسهب من نال حنايات سلا علي بتسليم مسرف أزكى صلاة بها نهو الكسوفات سلا وسلم من في الجار قدمه عليه بالآل تحدى ذا الخليقات سلا علي مع تسليم رافه أزكى صلاة بها نوي التفاحات أين على فقد زادات الذين مادوا بما مدوا من صغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دام للملاقات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل خمات على المصفى يوم الأسر في الكرمة صلاة صاف سفاهم من دفيزات على الذي فد الوالى ينتوي أبدا صلاة عاد عداهم لسخامات
على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مقن جسام خير خيرات علي أبقى صلاة بسلام معا في آل الخر ترا كل أوقات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.